تحية لجميع المغاربة. اين فريشور هنايا، واحد البرد الحال زوين هنايا حدا هاد النافورة التاريخية اللي كانت ليه، ودابا اون فاس تروبينال، اون فاس المحكمة الابتدائية ديال الدار الرينا. وكانت هاد اتجاه البلاصة ديالها داروا أكبر مسرح اللي في المغرب جو بونس، ورا ديال سلا أكبر مسرح داروه. وهذه معلمة تاريخية ديال الدار الرينا. ايوا المهم القضية ضاوية، ما كان لا مشكل لا ديال لا غضب ولا والو، كلشي بخير وعلى خير، كلشي كيتسارى. راه فوق العشرة ديال الليل وباقي المدينة ضاوية، ولا ليبرتي ما كاين لا كوفر فو الحمد لله، ما كاين لا عسكر لا والو، والأشغال راه باقية غادي تشوفها بالي طخافو. هو لو كرون باركين، وكاين أن كرون باركين سوتيرا هنايا، سوتيرا كيهز المئات ديال السيارات كيفتح هذا المسرح. هذا المسرح اللي كنظن غادي يسميوه، هاك ديما كنقول لكم هذا الشيء شحال مرة، غادي يسميوه جو بونس موغادور، موغادور موغا 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 موغادور موغادور. فوالا انا وقفنا الطوموبيل باش ندوزو لكم هاد الخبر. الحمد لله للامور كلشي بخير، وشفنا صاحب الجلاله الله يطول عمرو، وشفنا كيفاش الاستقبال وكيفاش الخطاب وكيفاش الرساله، والامور الحمد لله بخير وعلى خير. وكان في عين تياب وصور مع المواطنين، منظر رائع رائع جدا. ايوا المغرب راه هو هذا، تاريخ وحضاره. كيحاولوا دابا يستفزوا المغرب بالسرقه ديال التراث، وما يقدروا يديو والو للمغرب، يقدروا يديو ليه والو، لان التاريخ ما كيقدرش يتسرق. اون بو با سو فير ان هيستوار ان ايدونتيتي ا بارتير دو ليستوار دي زوتر. الحمد لله المغرب عنده التاريخ ديالو، كيحاولوا دابا كاع داك الزليج داروا في مقرر الدراسي ديالهم، هما في المواقع وحنا رحنا في الواقع. Nous sommes dans la réalité, ils sont dans l'abstrait virtuel, ils vivent dans le virtuel. عايشين هما في الخيال، حنا عايشين في الواقع. حنا المغرب انت تشوف الليل، ما كانش ديك الهضره الخاويه ديال راه الفقر ورا الجوع ورا الديكتاتوريه ورا الحقره ورا، ما كاين لا ميا. شوف الليل راه دابا البنك المركزي هذا، لا بنك سونترال، لا بنك دي ماروك، ما كاين عسكر، ما كاين جون كيما نقولوا مخازني، ما كاين والو. لي سيتويان سيركي ليبرومون الحريه، واحسن صوره، احسن صوره واحسن فيديو احسن جواب هو استقبال جلالته الله يطول عمره في الرباط، العاصمه الاداريه والعاصمه السياسيه والعاصمه التاريخيه. وشوف المراسم كي دايره، وشوف الاناشيد كي دايره، وشوف وداك الشيء في البروتوكول داكوي. الاصاله كاتبان لكم تما، بقات السرقه ديال الزليج والسرقه ديال التاريخ والسرقه ديال الشخصيات المغربيه والشخصيات. المغرب مغرب، ولا كان هما اللي فتحوا الاندلس ولا حلوا الاندلس يعطيونا الدليل عندهم شي حاجه. ذاك المشروع، ذاك المشور اللي صاوب لهم المغرب، داروا لنا به حاله. ايزون اوبليي كو تلمسان كانت مغربيه، وان المغاربه هما الانغراتيتود، عدم الاعتراف بالجميل، نكران الخير، نكران الجميل، نكران انكرويابل. حتى واحد ما كان يتصور على واحد النهار هنا المغرب هذا الخير اللي داروا غادي يولي ليه بهذه الطريقه. الحمد لله ما نفقدوش الامل في البشريه. كاين اليهود، وهذه اللي كتفقسهم كتقول مخوتنا اليهود، اليهود المغاربه اللي كيعترفوا يعترفوا بكل ما فعلوا المغرب معاهم، ومع العلم على انها جاليه مغربيه يهوديه. وعندنا اليهود المغاربه والمغاربه اليهود، لي دو الافو. هذوك ما نعمروش راسنا بهم، ولكن راحنا لهم بالمرصاد، نفرشوهم. اليوم الحمد لله كاين لي ريزو سوسيو باش تفرش السرقه والتحايل، والتحايل على التاريخ. وما كيدوخوه في شعبهم، اما حنا ما شوف الحمد لله، شوف الناس باقيه، راها دابا العشرة والزياده، العشرة ونص ديال الليل، شوف باقي الدنيا عامره، كدروش كتبرد سيركيلاسيون، ما كاين ظلمه ما والو، ما عندنا تاثير حتى شي حاجه. قالك نقطعوا عليكم الغاز ونقطعوا عليكم، توليو تضويو
بالشمع وطيبوا بالحطب. ها تندس باقيه ها حتى مراكش حتى الكره الارضيه ها المناره التاريخيه اللي كاينه غير في المغرب وكاينه غير في الدار البيضاء هذه ديال باب مراكش. وزيد لتحت كاين بوسماره ها الباساج سوتيرا اللي كيقطع به الطريق هو هنايا تحت الكره الارضيه. ايه وكان احسن رد اليوم هو ظهور مره اخرى عاوتاني الرمز الرمز الكبير حامل من له الدين السلطه العليا. ايوا يمشيو دابا يقلبوا على شي يشخشعوا عاوتاني شي حاجه. ها الكره الارضيه انتم ها باب مراكش لوكاتمي ها البنت اللي كتسرى في باب مراكش. هذا شارع جمالكي هو جينيرالمون ما كيخوى بكري ما كيعمرش، ولكن الشوارع الاخرى دابا كما حنا لا كازابلانكا لا ماجوريتي ديال المغاربه البيضاوه هنا كيمشيو بالليل لا كورنيش كيديروا لا مارش في لا كورنيش تما فين كيتمشاو. واليوم كان احسن رد هو بما داك الدعايات وديك هاو 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 وداك الشيء فين مشى لهم دابا وماذا سيقولون ويقولون ويقلقلون وماذا سيقولون وكما قالوا وقلقلوا ايوا الله راه كريم الله مع المغاربه والمغرب راه زاويه اللي تعدى على المغرب راه عمرو يشوف الخير واللي واللي تحك على المغرب عمرو يشوف الخير. انتم تشوفوا والله لا تفروا بالله المغرب دابا كتشوف دابا دول كتقلب تشارك معاه وتتعامل معاه. حنا ما بغاوش نتسرعوا في الاخبار وداك الشيء ولكن كنشوفوا ان الدول كلها كتبغي تتعامل مع المغرب. حتى الاتحاد السوفيتي اللي هي روسيا اليوم كتثق في المغرب وكتتعامل مع المغرب بكل ارتياحيه ومالغري كل المغرب صوت ضدها في الامم المتحده صوت ضد ضد ضدها لان ما بغاهاش تضم دوك الموسيقى هذه راه تحيد لينا. تبارك الله عليكم انا قريبا غيبدي يبدا الترامواي يوصل هنايا وغادي يهبط من هذه الجهه هذه. دونك تبارك الله عليكم وشعارنا الخالد الله الوطن الملك والمغاربه كاع مسرورين اليوم بالدخول الى البرلمان جلالته بالصحه والعافيه. المغاربه كاين اللي بكى بالفرحه عدد كبير اللي بكاو بالفرحه الصراحه هي هذه. المغاربه كيبغيو مالكم وهذوك اللي راهم كيخربقوا راه ما يصوروا والو من المغاربه والله القسم الا غيت راه كيضيعوا في الوقت وكيحرقوا فلوسهم بالملايير باش ديستابيليزيو ils sont en train de gaspiller des milliards et des milliards pour déstabiliser le Maroc. Ils ne réussiront jamais. Le Maroc est un pays millénaire. خليهم يقولوا créé par l'ioté ou par le beauté ou par la toté. خليهم يقولوا اللي بغاو. المغرب عنده تاريخ ديالو، العالم كله كيعرف ادريس الاول، العالم التالي كيعرف السعديين والمارينيين والمرابطين ويعرف الموحدين. المغرب كامله يعرف l'histoire du Maroc malgré que l'Algérie a tout fait pour noircir, salir et souiller l'image du Maroc, elle n'a rien réussi. Au contraire, elle a gaspillé tout son argent pour vivre dans la misère et la bagarre pour le lait. Aujourd'hui, akhir khabar kan sma'u fi annahu li bi' el halib bel li mchi el habs el bi' dial el halib ibda ma'a 6 dial el sbah. On dirait que ra kaybi'u ma a'rf chnou الحليب بالليل وما المشكل ديال الماء. دولة عندها الملايير تقدر دير لي روبيني ديال الحليب لعباد الله في ديورها، ولكن بالعاني مجوعينهم وعايشين برا وكيسبوا المغرب، عايشين هاربين بلادهم، هاربين بلا ميزار، هاربين من الديكتاتورية، هاربين من القمع، هاربين من قلة الشي، هاربين من قلة السكن، عايشين في أوروبا وكيقلبوا يتضاربوا مع عباد الله ويعايروا عباد الله. هذاك اليماني تبعوه بغاو يضربوه بغاو يتعداو عليه في هولو في بريطانيا في لندن جو بونس. او انت هارب من بلادك
وهار من لا ميزار سير بلادك تعيش نعرفك كابابل عيش بلادك وعايرني من بلادك. وهاد الايامات كثروا لي فوكونت بزاف باغيين يدخلوا ولابسين كلهم دابا سير فيسبوك كلهم لابسين داك التوني ديال الزليج وعندهم نفس المحتوى لداخل. كي تدخل دابا تشوف ديسكريبسيون تلقى نفس المحتوى صور مشينا للمغرب ودعايات على المغرب. ما يهداوش على المغرب ولكن الله راه كيشوف فيهم مازال غادي يزيدهم عذاب على عذاب عذاب على عذاب.